رجعنا مع حضراتكم تاني ومعانا اتنين من ابطال الفريق، فريق كره اليد مواليد 2000 والكابتن 2002، والكابتن موجود معانا كابتن الفريق اللي اعتقد كان ليه دور كبير جدا جدا ان احنا ناخد هذه البطوله، ومعانا كمان نجم من نجوم الفريق اسلام راضي. راضي اسلام ولا راضي؟ لخبطتني. راضي راضي بس كل يعني حتى كان مهاب موجود هو اسلام. هو اسلام بس هو طلع اسلام بس هو راضي. راضي ولا اسلام؟ راضي 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 خلاص راضي راضي. كابتن هشام عبد الوهاب بنرحب بحضرتك جدا في البيت الكبير، والف مبروك على البطوله، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. اشكرك كابتن، اشكرك. مبروك مبروك كابتن، منورنا في بيتنا طبعا. ده بيتكم اكيد. كلمني بقى عن البطوله دي، بطوله الدوري، اكيد يعني انجاز مهم واكيد كان له استعدادات خاصه كابتن هشام. ده حقيقي. يمكن احنا في الاول من ساعه ما وكلت لينا المهمه كانت، او يمكن الكلام ده وكان بعد فتره بتاعه كورونا على طول، وكنا قعدنا كجهاز فني وابتدينا نحط الاهداف زي ما احنا هنشتغل عليها. عندنا اهداف نبتدي نشوفها ونبتدي نشوف الفرقه وموقفها عامل ازاي في الدوري، وكان عندنا تحديين. التحدي الاول كانت ازاي نتغلب نفسيا على الولاد، لان هم اوريدي كانوا قبل فتره كورونا كانوا حصل اللي هم حصل لهم دروب في الفتره في بطوله الكاس وخسروا البطوله. وكان التحدي الثاني هو الحته اللي هي نرجعهم ازاي بدنيا من بعد ما خلصنا فتره كورونا، ان احنا ازاي نرجع نقف على رجلينا تاني من الاول وجديد، ونبتدي نشوف ايه اللي هنبتدي نشتغل عليه، ونبتدي نشتغل عليه ازاي في خلال ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع بالنسبه لنا ان احنا اول ماتش هنبتدي، وكانت بالنسبه لنا شويه ميشن صعبه شويه أكيد. علشان ازاي هنبتدي نشتغل حته الفيتنس بدنيا ولا طبعا بدنيا ولا فنيا ولا السكيلز هبتدي انميها ازاي، كل المهارات بتاعه الولاد، كل الحاجات ديت خدت مننا وقت شويه. فكان الميكس دوت صعب شويه لان دي تحدي جديد بالنسبه لنا، اول مره تحصل لنا في تاريخ الرياضه بالنسبه لنا. طبيعي. في العالم كله بس ده حقيقي. مش في مصر بس. ويمكن كانت فتره ثلاث اسابيع فتره قليله قوي علشان خاطر نقدر نبتدي ناخد ستيب الاولانيه. طيب الاول ان احنا نجمع مع بعض ونبتدي نحط ايه هي الحاجات اللي نبتدي نمشي عليها وازاي الخطوات اللي نبتدي نمشي عليها. وفعلا الاولاد ابتدوا يستجابوا نفسيا ان احنا نبتدي نتكلم مع بعض، ايه المشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده، طب ايه الدروب اللي كان بيحصل كان بيحصل. ويمكن العامل النفسي كان اكتر شويه زي ما كابتن هاني كان قال في الفقره اللي قبل كده، كان العامل النفسي اكتر بكتير جدا ان هو يبقى عامل الرياضي، او العامل ان انا ابتدي ادخل العامل البدني. فالولاد ابتدوا يستجيبوا للموضوع دوت واحده واحده، وابتدينا ان احنا نبتدي نكم اوفر الموضوع دوت، والحمد لله ابتدينا نشتغل على الموضوع ده. وكانت الماتشات التاهيليه او اللي هم اتفق خلال الثمان ماتشات اللي قبل ماتش الزمالك كانوا بالنسبه لنا كافيين جدا ان احنا نقدر نخش ماتش الزمالك واحنا واقفين على رجلينا. ماتش اكثر استعداد. يعني انت استغليت الفتره الثمان ماتشات ديت ان انت الاول اشتغلت على الموضوع النفسي شويه، اتكلمت معاهم بشكل نفسي، بتقرب المجموعه من بعض لان كان في هزيمه. وبعديها استغليت المباريات، بس المباريات كمان كان محتاجه لياقه مباريات معينه. ده حقيقي. يعني يمكن الثلاث اسابيع كانوا فتره كافيه بالنسبه لي ان انا ابتدي اوقف الولاد على رجليهم مجرد ان احنا نقف على رجليهم. تمام. لكن يمكن حتى عمر وهو بيتكلم قال لحضرتك ان احنا عندنا فتره امتحانات كمان بتاعت الثانويه العامه. ده كان تحدي ثالث بالنسبه لنا. ويمكن هو قال ان احنا خلاص جم الامتحانات على الماتشات، بس هي ما كانتش بالشكل دوت قوي، لكن في جزء من الولاد كان في ثانويه عامه، فابتدينا ندي راحه. ابتدينا ازاي نعمل البالانس ما بين التمارين، ان انا اقسم الفترات الوحدات التدريبيه بالنسبه لنا الصبح وبعد الظهر، او مجموعات بتقسم مجموعات. اكزاكتلي بالظبط، هو ده اللي كان بيحصل. وبعد كده وصلنا في الاخر خالص ان احنا الحمد لله قادرين نقف على رجلينا كويس. طب تعالوا بقى نبتدي نشوف المهارات بتاعتنا ننميها ازاي، طب نبتدي نشتغل على الفرقه اللي قدامنا ازاي. وابتدينا نجزئها واحده واحده، ابتدينا ناخدها ستيب باي ستيب على ماتش ماتش. كل ماتش بالنسبه لنا هو ماتش، هنبتدي نشوف ايه الحاجات اللي واقعين فيها ونبتدي نشتغل عليها. تمام. ازاي. وابتدينا الحمد لله نعمل الكلام ده لغايه ما وصلنا ماتش الفاينل. راضي اسلام. ايه اكتر يعني نصيحه او ايه دايما اللي كان كابتن هشام بيفوكس عليه بيسلط الضوء عليه معاك انت بالذات؟ كان بيتكلم معانا كتير عموما على معاك انت يا راضي. كان بيقول ايه؟ كان بيقول لك انت ايه؟ كان تعليقه عليا اكتر حاجه ان انا وانا في السنتر هاف ان انا اوسع الملعب كله، اشتغل مع الملعب كله. انت بوزيشن سنتر هاف. اوكي. وينج ليفت برضه بس. واللي بينزل ينفذ تعليمات المدرب بنسبه كبيره. اوكي. يعني لاعب مهم جدا. بالظبط. لاعب مهم. فكان لازم كان كل قبل اي ماتش اللي هو كان بيتكلم معايا على كل حاجه، وبرده كان مديني الحريه كتير في الملعب ان انا العب براحتي، ان انا اعمل اللي انا عايزه في الملعب، بس برده مش اللي هو
ما تزودهاش يعني, ما تزودهاش يعني, مديك مساحه, مديك مساحه برضو ان انت تتصرف, بس برضو في نفس الوقت انك تكون ملتزم بتعليماته. التعليمات بتاعته لازم امشي عليها. يبقى اكيد اللي كان واصل له انك بتاخد راحتك بزياده شويه. مش قوي يعني, يعني احنا دايما في الكوره ده ساعات بتحصل مواقف كده يقول لك يا هو اديله راحته بس لازم من لغه الكوره لجمه شويه يعني, ما تسيبوش خالص عشان ما يفرطش مننا. لا بس طبعا كان واضح انك لعيب مهم كمان في الفرقه يعني. كلهم بصراحه الفرقه كلها الصراحه رجاله, تعبنا جدا مع بعض بعد بعد التوقف بتاعت الكورونا ديت. يعني قدرنا ان احنا نلم بعض. كابتن هشام اول ما جه عملنا اجتماع مع بعض ان احنا لازم هدفنا دلوقتي على الدوري هنرجع واحده واحده مع بعض. الناس اللي مش موجوده بتاعت الثانويه العامه كانوا 8 او 9 تقريبا. ان هم عقبال ما ينزلوا معانا نكون احنا على الاقل جاهزين ان احنا نشيل الفتره عقبال هم ما يلحقوا يرجعوا معانا. كان اللي بيعرف ينزل فيهم تمارين في النص كان بينزل تمرينه مثلا حاجه زي كده اللي هو يلحق يرجع معانا وفي نفس الوقت ما يبقاش ضايع او اللي هو يبقى موجود يعني. يلحق يلحق اي حاجه لحد. ولما دخلنا في الماتشات بدانا نقف سنه سنه وهم كانوا خلاص دخلوا معانا يعتبر في تاني او تالت ماتش كانوا هم خلاص جاهزين يعتبر زينا لما كنا جاهزين. كان مهم الكلام الكابتن معاكو انه كمان بيحملكو جزء من المسؤوليه. مهم جدا ان الكابتن كمان بيشارك اللعيبه ان انتوا ادواته, لكن كمان جزء مهم ان انت بيقول لكم خلي بالكم اخواتكم اللي موجودين عندهم ثانويه عامه لازم ينزلوا انتوا اللي هتشيلوهم. يعني بلغه الكوره كده لما في لعيب ينزل يبقى انت اللي تشيله, يبقى انت لازم تتمرن اكتر ولازم يبقى لياقتك البدنيه الناس اللي جايه تشيلها بمعنى يعني اللي انت فاهمه انك فرق اللياقه البدنيه الا انت تتحمله اكتر لغايه ما يقف على رجله تاني. فعلا عملنا كده اللي هو قبل ما ننزل كمان قبل ما ننزل التمارين في النادي كنا كانت الناس كتير كان عمر شريف فعلا كان بيقول لنا الجماعه الناس اللي مش في امتحانات او مش في ثانويه عامه الناس دي تشتغل على نفسها شويه عشان لما ننزل نبقى على الاقل انتوا جاهزين شويه ولما الكابتن يشتغل معاكم تبقوا انتوا وقفتوا على رجليكم. صحيح. عشان بدايه الماتشات تبقوا انتوا واقفين لحد ما احنا ما نيجي لحد ما هم يوصلوا الليفل بتاعنا يبقوا معانا. وتبقى المجموعه كلها ليفل واحد تلحقوا يعني تبقوا في مستوى واحد يعني او تبقوا قريبين من جاهزين بعض. تمام. كابتن هشام زي ما حضرتك قلت يمكن في الاول انه الفتره دي كانت فتره غريبه على العالم كله, بس كان اكيد في تواصل بيتم حتى من قبل ما تنزلوا السبع ماتشات. يعني انتوا كنتوا اكيد كان حضرتك بتتواصل مع الفريق كله, اكيد كان بيحصل فيه تدريبات اونلاين ولا ده ما كانش متاح قوي ولا ايه؟ كنت يمكن يعني تاني بس انا هاكد لحضرتك المعلومه ان احنا كانت الميشن بتاعتنا بعد فتره الكورونا بالنسبه لي انا كمدرب معاهم في الجهاز الجديد. توليت المسؤوليه بعد الكورونا على طول او في اخر ايام الكورونا. فدي كانت الحته اللي احنا مهم ان احنا ازاي نطلع منها وازاي اعرف كل واحد واقف على ايه اللي عمله في الفتره اللي فاتت. بس حتى لو بعد كورونا فانت كنت شايل كورونا يعني جاي يعني انت كده محملها على كتفك لان دي كانت فتره كل احنا بنتكلم على اكتر من 3 شهور تقريبا حصل لهم حاله دروب داون غير عاديه ان هم اوريدي كلهم احنا ابتدينا يعني من الصفر من الاول وجديد تاني. تمام. ان احنا هنبتدي نشتغل حمل بدني واعداد نفسي وكل الكلام دوت من الاول خالص, فبالتالي هم جايين من الصفر. فان احنا نبتدي نشتغل على الكلام دوت طبعا المهارات موجوده وكل حاجه موجوده, لكن احنا ازاي نوظفها مظبوط في وسط الماتشات اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها. وكانت الحمد لله فتره اسبوعين كافيين بالنسبه لنا ان احنا نبتدي نشتغل زينا زي بقيه الفرق الثانيه, كلنا ما احنا كلنا زي بعض. طب. وتقريبا نفس الوقت. بس ازاي نبتدي ندي الاحمال بالسرعات بالتوافقات بكل الكلام ده في وقت كويس, وازاي نبتدي ندخلها في الجيم واحده واحده. ويمكن يعني احنا قدرنا فعلا ان احنا نقسمها باجزاء على كل ماتش لوحده لغايه لما وصلنا بالليفل اللي احنا وصلنا قبل ماتش الزمالك. احنا في التوب فورم بنتكلم على اولموست بنتكلم على 80% تقريبا واصلين تقريبا و 80% بالنسبه لنا بعد الفتره ديت دي حاجه طبعا كويسة. حاجه كويسه جدا. وعايز اخش معاك في حته تانية خالص يعني مستقبل الاولاد دول. انا عارف ان هم خامات جيده جدا ومستوى رائع. تأهيلهم انت في مرحله انتقاليه صعبه جدا من سن 20 سنه و 18 سنه ومرحله انتقاليه بالنسبه للاعب ان هو يا هيبقى في الفريق الاول ويبدا طموحاته تعلى. او بتشتغل معاهم من الحته دي ازاي؟ دي من الحته النفسيه, لكن من الحته التكنيكال شويه شايف عندنا عناصر واعده جدا
تقدر تقول عندي 5 6 لعيبة دول إن شاء الله يكونوا منتخب مصر الأول؟ طبعا من وقت للتاني بيبقى بنقف بعد كل سيزون نبتدي نحط التصورات للإيه اللعيبة اللي عندها الإمكانيات اللي هي تقدر تصعد يا إما الفريق الأكبر منه يا إما الفريق الدرجة الأولى. يمكن العامل المساعد يمكن كابتن طارق محروس اللي هو مدير الفني للجهاز يمكن في تواصل بيننا وبين بعض ان احنا ازاي نقدر نعمل الكلام دوت من دلوقتي. ابتدينا ازاي ان احنا نبتدي نشتغل نصعد اللعيبه من دلوقتي ان هو يبتدي يحتك مع السن الاكبر منه سواء مع الجيل اللي هو 2000 او الجيل اللي هو اول يطلع بيتمرنوا مع الدرجه الاولى ودولت الجيل بتاع 2000 ده اول مره يحصل يا كابتن هشام؟ يمكن ما كانش بيحصل بصفه مستمره لان احنا ما عندناش من فتره طويله مش حاسين في قطاع الناشئين بيطلع من تحتي او بيوصل لغايه الدرجه الاولى عدد قليل قوي فبنبتدي ان احنا نبتدي ندور على ريسورسز ثانيه نجيب منها اللعيبه. لكن اللي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي ان انا شايف ان احنا شغالين على القطاع بتاع الناشئين كويس وازاي بنأهل الجزء بتاع ان هو يطلع من الليفل بتاع الناشئين ان هو يبتدي يلعب في ليفل احنا فرقه كبيره ودوت اللي بتدي الولاد ابتدى يتأهلوا فيه من دلوقتي ان احنا حتى واحنا بنتكلم مع بعض بكلمهم في الملعب انت ازاي تبقى صاحب قرار جوه الملعب ازاي تبقى لعيب درجه شخصيه اللعيب الفريق الاول بالظبط انت ازاي انت عارف كويس قوي الدرجه الاولى وما بتمرنه قدامك في الصاله بتشوف اللعيب تكوينه عامل ازاي وانت لازم تشوف الشيب اللي هو بيوصل ليه. ابتدت الموضوع ده يتطور اكتر لما ابتدى يطلع يلعب مع لعيب الدرجه الاولى او مع مدرب درجه الاولى طبعا بتكنيك اعلى بفتنس اعلى فبيبتدي يشوف الكلام ده فيمكن اللينك اللي بيننا وبين كابتن طارق يمكن واصل ان احنا واصلين لمرحله ان احنا قادرين من وقت للتاني ندخل لعيبه ونطلع لعيبه فاعتقد دي بتعلي المهارات بتاعتهم بشكل كبير وتخليه ان هي مؤهل اللي هو طبعا وفي وقت قريب قوي او في وقت قليل قوي يبتدي يلعب في الليفل الاكبر منه. واعتقد ده بيبقى ده هدف حضرتك كمدير فني كمدرب طبعاً. انك بتسعى ان بطوله كويسه يعني احنا فرحانين انها بطوله ده حقيقي. لكن ده نجاحي كمدرب ده البطوله الاكبر لحضرتك انك تطلع ده حقيقي 4 5 ولاد على مستوى عالي جدا طبعا الاكبر الأول. كمان ان هي تبقى ان هو يخش لعيب يبقى لعيب موجود في المنتخب فرحتك المنتخب. طبعا بتبقى كل ما زاد عدد اللعيبه اللي موجودين في المنتخب يمكن كان عمر كان بيتكلم ان هم كانوا 6 وصلوا لدرجه ان هم 7 لعيبه دلوقتي بنتكلم على 3 لعيبه 4 لعيبه هم اللي موجودين في المنتخب فان شاء الله في الفتره الجايه دوت ازاي ان احنا يبقى دور ان مش بس ان احنا نكسب بطولات لا ان احنا نعد العدد بالظبط ان احنا نعد اللعيبه ديت ان هي بتبقى موجوده سواء في الدرجه الاولى النادي الاهلي تفيد النادي وبعد كده طبعا او طبعا تفيد المنتخب في الاول في المقام الاول بعد كده تفيد النادي في المقام. كنت بتلعب لعبه ثانيه لا قبل اللعبه دي لا ولا لا من اول يوم انت اول يوم مين اللي قرر بقى انت ولا انا والدي مدرب كوتي ادواردو عندنا في النادي كان موجود في النادي كان اوكي واخويا لعيب في فيرست تيم هنا احمد راضي في الاهلي برضو واختي رنا راضي برضو في فيرست تيم الاهلي ده كل العيله ما شاء الله كلنا هنقول على طول ما حدش فينا فكر يلعب حته ثانيه خالص كانش ينفع مع والدي هو كلنا هاندبول دخلنا كلنا بقى في المجال ده ما حدش فكر انه يطلع حته ثانيه بدات احنا سوري. معلش فضل. لا انا عايزاه بس ياخد التليفون ده يقول قول انت يا الو الو لا احمد اخويا صح؟ لا لا الو يا رد لا جده برافو جده كابتن محمود عبد العزيز ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله اخبارك ايه؟ كويس؟ تمام الحمد لله راضي معاك اهو تقول له ايه؟ راضي يعني ايه؟ راضي عنه يعني إيه؟ راضي عنه اكيد راضي عنه اكيد انا راضي لعيب كبير يعني وانت برضو ما حدش يشكر في نفسه لا طبعا ازاي احنا بنشكر فيك اهو لا بتكون سعيد طبعا لما بتشوف راضي انت كمان بتشوفه على الـ على الـ على الرايت تراك يعني على الطريق الصحيح ان شاء الله للوصول لمرتبه اعلى اكيد اكيد بيبقى في حوار ما بينكم خاصه زي ما بتكلم مع الكابتن في مرحله انتقاليه وبيمر بيها دلوقتي محتاج غير اللياقه البدنيه محتاج كمان اللياقه النفسيه ان حد يوجهه بطريقه بروفيشنال ومش هيكون طبعا غير الناس القريبه منه يعني فده اكيد برضو رساله من حضرتك انك واقف جنبه وبيكلمك اكيد بتاخد نصايح يعني لا فعلا احنا كفرقه احنا كلنا مع بعض بنكلم بعض كل واحد بيدي لو في الملعب حد عنده مشكله بنوجهه او بنقول له اعمل كذا بنتكلم مع بعض
كان الكابتن شام بيدينا الاريحيه ان احنا نتكلم مع بعض. حلو، لان كنت لسه هسالك الكابتن بس برضه في ليميت، برضه ما ينفعش يعلي صوته على حد في الملعب او ايا كان. ده برضه النادي الاهلي حاجه ما ينفعش انها تحصل جواه. مظبوط، ان ما ينفعش حد ما ينفعش اي بيزعل لعيب. انت بس هو دي اخلاق النادي. انت صغير في النادي يا راضي؟ نعم. وانت صغير في النادي؟ لا، بدات اصلا بدات هاند بول في النادي الاهلي. بعدين انت ما تزعقش لجده، جده ما بيزعق يعني، ما يعني ازاي جده يتزعق له؟ ما ينفعش يتزعق. لا انا شفت جده كمان ما يتزعقش. جده طويل. سمعنا ما يتزعقلوش فعلا. جده ما يتزعقلوش. في سبيس كده لازم نسيبه بينه ولا ايه؟ وانا بتكلم معاه. ما شاء الله. طوله كام؟ طول كام؟ متر 90 تقريبا. حاجه 93 93. طب ليه جده بقى؟ يعني ليه الاسم ده؟ ايه؟ ليه الاسم ده؟ ليه جده يعني؟ عشان كان بيلعب في المقاولين دي السنه اللي فاتت تقريبا، اول سنه ليه. فهو بقى خدها بقى جده بتاع. هو كان في المقاولين يعتبر، كان هم في النادي بيبقى لعيبه محدوده يعني، هو 3 4 اللي بيبقوا شايلين الفرقه يعني، غير طبعا النادي الاهلي، غير الانديه الكبيره. بيبقى الفرقه كلها مجمل فرقه بيشيلوا بعض بشكل اكبر يعني. فهم كانوا 3 4، فهو كان واخد اللقب بقى جده. من هناك يعني، من قبل ما يجي. لا جاي بيه. قبل ما يجي. مبروك يا محمود. الله يبارك في حضرتك. وان شاء الله مبروك. بتفكر في ايه برضو؟ ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ اكيد والله يعني طموحي ان انا افضل في نادي الاهلي، ويعني واطور من نفسي لان اكون مع الفريق الاول. مع المنتخب الاول برضو اكيد. ويعني ان شاء الله دي حاجه مش بعيده، علشان الفرقه هنا كلنا يعني كلنا رابطه واحده بصراحه. احنا محتاجين كمان باك شمال يعني، احنا في الفريق الاول بس بتاع الكوره محتاجين برضو باك شمال مع معلول. تقدر ولا ما تقدرش؟ ولا في اي حاجه داخل في اي حاجه. لا الف مبروك، الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نشوفك كده قريب في الفريق الاول للنادي الاهلي، وكمان على مستوى الدولي في منتخب مصر. مبروك يا جدو، مبروك، الف مبروك. لا اتفضل كده. وكابتن ميشو اتفضل. يعني كابتن ميشو بصراحه انا اشكره شكر من هنا لغايه بكره علشان يتعاملوا معايا يعني. اكيد فاهم. لا هو فاهم وهيفهمنا. سمعته يا كابتن؟ لا معلش وضح كده جدو تاني. تقول تاني او ما اسمعكش. بقول لحضرتك اشكرك من هنا لغايه بكره علشان اللي حضرتك يعني قلته لي وكده. حضرتك قلته له وعمل اوكي في الملعب. ده يعني ماشي اوكي. حاجه في حاجه برده خاصه باللعبه ولا يعني؟ هو كان يمكن جده كان عنده، انا يعني لسه بان انا الفتره الاولانيه ما كنتش لسه عارف اللعيبه بتاعتي وعارف امكانياتهم وعارف الادوات بتاعتي كويس. فكان هو ممكن مستعجل ان هو عايز يوريني. هو اول ما ابتدينا السيزون جده كان مصاب. فبعد ما ابتدينا معاه هو عايز يوريني ان انا فت وانا كويس وانا لازم اوريك ان انا لعيب ومؤثر وكده. فبقول له دايما جده واحده واحده وكل حاجه هتيجي في وقتها ومش عايزك تقلق وتقلق وابتدي واحده واحده وما تقلقش. فكان في الماتشات بعد كل ماتش ها يا كابتن يعني بعينيه، حتى مش مجرد ان هو يجي يتكلم بعينيه كده عايز يوريني ها ايه رايك؟ وانت فاهم طبعا. انا طبعا يمكن يعني بحكم خبرتي اقدر ابص من الاولاد واعرف اتعامل معاهم من يمكن من خلاص من الاي كونتاكت اقدر اوصل اللي هو عايزه. فمع الوقت ابتدى دلوقتي لغايه ماتش الزمالك هو ما كانش بيلعب قبل كده، ما كانش بيهاجم بشكل اساسي كبير قوي. نقول ده ان هو في المنتخب الولد مؤثر من فتره طويله، بس انا كنت واخده من حته الاصابه دي واحده واحده لغايه لما وصل لليفل معين. هو نزل ماتش الزمالك ده فوجئ ان هو بيهاجم. هو فوجئ ان هو في لقطه من اللقطات بقى ليه دور، ودور مهم جدا، ونزل وفعلا كان مؤثر جدا. كان مبسوط اصلا من نفسه عشان كده هو قصدي يوصل. وهيفضل فاكرها لك بقى يعني ان شاء الله. يفضل ان شاء الله. هيبقى انا بالنسبه لي الاهم ان هو ان شاء الله يوصل ليفل اعلى ويوصل الدرجه الاولى ان شاء الله. مبروك يا كابتن جدو، مبروك يا كابتن، مبروك عقبال اللي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هشام، اللعبه بتشوف ايه اللي بينقصها لعبه كره اليد في مصر؟ والحقيقه كمان عايزه اتكلم عن الاهتمام الاعلامي، يمكن اللي واخد الشو كله حقيقه هو كره القدم في مصر. يعني هيزعل مننا كابتن، هاني هيزعل مننا كابتن، هاني هيزعل مننا عمل كده. حاجه الاعلام، سمعت حاجه الاعلام. انت يعني انت متضايق شكلك. لا فعلا واخدين الاهتمام كله. بدا الفتره اللي فاتت يعني حابه ان في اهتمام بالهاند بول وكده، بس يعني لا الاهتمام كله كان لكره القدم فعلا. انت دي حاجه مضايقاك بجد بقى؟ طبعا تضايق فعلا. اي لعيب اي رياضه تانية غير كره القدم تضايق. بس دلوقتي الاهتمام ده بدا شويه يعني كره اليد
وبرضه تصححوا لي المعلومه، يمكن في فترات ما كانش حد حتى بيفكر في كره اليد. انجازات التسعينات ووصول مصر لكاس العالم والانجازات الكتير اللي عملت يمكن انت ما حضرتهاش او ما سمعتش عنها، لكن ربط مفهوم لا ان عندنا فريق كويس جدا جدا وعندنا مستقبل في كره اليد. انجازات كمان واستضافنا للبطوله العالم اللي جايه، فانا شايف طبيعي. خلي بالك مش في مصر بس، انت بتتكلم على المستوى العالم دايما كره القدم هي واخده الصيت كله، لكن كره اليد مصر مهتمه بيها جدا. يكفي ان رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد مصري، يعني ده برضو ده يعني بيدل ان احنا كمان لا احنا في الفترات اللي جايه ان شاء الله، عقبال ان شاء الله ما تطلع درجه اولى وتحترف، يبقى ان شاء الله هتلاقي اعلام ان شاء الله وراك. لكن دايما يعني زي ما بقول لك احساس ان انت كمان، وده اللي بننقله وده مهم جدا، ان الولاد الصغيرين لا مش الكاميرات مش رايحه لملعب كره القدم، لا لو في نجاح وفي اجتهاد لا ده احنا هنجيلك وهنكرمك وهنقول لك احنا واقفين في ظهرك، فده كمان يدي رساله طبعا للناس اللي تحت ان احنا كمان باصين عليهم. يمكن ده ما كانش موجود قبل كده على ايامنا احنا، لان انا اوريدي برضو انا واحد من الناس الناشئين اللي لعبت الهاندبول من وانا صغير في النادي الاهلي اول مصر، بنتكلم من عندي وانا عندي 11 سنه، ويمكن قبل كده كنت منتمي لعائله السباحه في النادي الاهلي. فانا عارف من واحنا صغيرين الـ الروابط والاساسيات وكل حاجه، لكن عارف برضو ان احنا في دايما حتى لما جربت رياضه تانية ستيل السبوت مش موجود عليكي بشكل كبير. لكن دلوقتي هم يمكن كجيل دلوقتي بقت الجيل ده اختلف طبعا، بقى عندهم السوشيال ميديا موجود، بقت عندهم النادي الاهلي عنده قادر ان هو يكفر، بيبقى بقى الكاميرات بتاعت النادي الاهلي موجوده في كل حته بتروح وراهم ايا كانت الماتشات بتتذاع من وقت للتاني. لكن الكلام ده يمكن انا واحد من المحظوظين ان احنا كنا موجودين في كاس العالم سنه 3 يعني كان في كاس العالم 93 وبعد كده كاس العالم 99 للشباب الاثنين للشباب. 93 اللي خدناه هنا في مصر كابتن جمال شمس الله يرحمه، و93 احنا كنا من ضمن الجيل اللي خدنا كاس عالم، خدنا ثالث عالم لحضرتك كنت لسه بتقول اسمائهم حسين زكي وحسن يسري ده جيلي. فاحنا اوريدي كنا الجيل دوت اللي خدنا ثالث عالم الحمد لله هنا في قطر. وكانت ساعتها حسينا بقى بالقيمه بتاعه الرياضه، يعني ساعتها كانت عامله ازاي بالنسبه لنا ان احنا الجماهير موجوده، لان جماهير هناك الشعب المصري موجود هناك بعدد غير عادي. طب خلينا معانا تليفون مهم جدا، وكنا بنتكلم على طموحات اللعيبه الطموح الاكبر انه يلعب للفريق الاول للنادي الاهلي. معانا طبعا الكابتن الكبير الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي. مساء الخير عليك يا كابتن ومنور البيت الكبير. الله يخليك متشكر جدا، ازيك يا كابتن هاني؟ اهلا بيك منورنا. واهلا بحضراتكم واهلا بالبيت الكبير واهلا بالكابتن هشام وراضي، والف مبروك على البطوله الجميله اللي حققوها الحمد لله. ربنا يخليك. طبعا كنا بنتكلم على شيء مهم جدا، وده طموح اي لاعب واي ناشئ في قطاعات النادي الاهلي في قطاعات الناشئين على جميع المستويات، انه اللعب للفريق الاول. وحضرتك دلوقتي المدير الفني للفريق الاول، ايه النظره او ايه البلان للنظره لقطاع الناشئين واولاد النادي من قطاع كره اليد في النادي الاهلي؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت ان حلم اي ناشئ انه يلعب في صفوف الفريق الاول. احنا لما جينا مسكنا تولينا الماموريه بدايه الموسم ده الكابتن محمود الخطيب قعد معانا، وكان ضمن التوجيهات اللي هو قالها لنا ان انا عايزين نبتدي نعتمد على اولاد النادي، لان الفانيلا الحمراء فانيلا تقيله، بعد اوقات بتجيب لعيبه كويسين لكن الفانيلا الحمراء بتبقى صعبه على اللعيب، لان اعتقد ان اللعيب ابن النادي اللي لعب فيها وتعب فيها، اما بيلعب في فريق كبير وخصوصا ومرتدف في الفانيلا الحمراء في التشييم تفرق جامد جدا معاه. ابتدينا نشتغل مع الجهاز اللي معانا، انا معايا الجهاز المفروض مرتبط كابتن صابر حسين 2000 وكابتن هشام عبد الوهاب 2002. بنشتغل على الحته دي. المهم جدا ان انت تفكر في الفريق الاول مش بس في البطوله، اهم حاجه ان انت تبقى عندك طموح، ولو عندك طموح هتقدر توصل له. كان عندنا دروب في فتره من فترات في النادي الاهلي بتاع الناشئين، حته المكسب كان قليل، فبالتالي اللعيب كان بيوصل للدرجه الاولى وطموح المكسب ما بيبقاش قوي عنده. اشتغلنا على الحتتين دول، ان احنا ازاي نعلم اللعيب ان هو يقاتل، لان هو بيلعب باسم كيان كبير اسمه النادي الاهلي. وبصراحه الكابتن ميشو بيأدي الدور ده كويس جدا. اي نعم تعبني قوي، لانه كل ما اجي اتناقش معاه انا اقول كلمتين هو يقول 10، فهو عمل لي مشاكل كتير في النقاش.
لكن بيجات لك يعني بيجات لك يعني يا كابتن ولا ايه؟ مش فاهم. لا اصل انا مش مرنته يعني، انا مرنته مرنت كابتن بتاع مدربي طبعا 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 فدي مش جاي عارفني كويس. عارف طباعه بالظبط. يعني انا حضرتك حتى لما اخترت الجهاز اخترت وجهاز الاثنين كابتن صابر حسين لعيب كبير جدا طبعا، وكابتن هشام عبد الوهاب والاثنين لعبوا في منتخب مصر ومثلوا مصر ومثلوا النادي الاهلي على مستوى كبير طبعا. فانا الحمد لله ربنا وفقني اخترت الاثنين دول عشان يقدروا يوصلوا للشباب اللي هيوصل للدرجه الاولى يعني ايه فانيله النادي الاهلي، يعني ايه طموح ان ابقى لعيب كبير. وهو بيشتغل على الناحيه الفنيه كمان بيشتغل على الناحيه النفسيه زي ما قلت كابتن هاني قال، السن المراهقه اللي من 17 سنه لغايه 21 سنه ده صعب جدا التعامل معاه. اللعب في السيستم في الدماغ في الفتره دي محتاجه ناس فعلا بتفهم ازاي تقدر تحرك اللعيب وتوصله لمرحله نقدر نستفاد بيه بعدين. ده حقيقي. كابتن هشام والكابتن صبر بصراحه انا ببارك لهم. بيقدروا يعملوا الحته دي يا كابتن. بيعملوها كويس جدا الحمد لله. وخصوصا ان هم لعبوا في النادي الاهلي فعارفين يعني ايه قيمه ان انا اعرف الدرجه الاولى. دايما بيوصل للعيب الكلام ده. كابتن صبر حسين لسه كسبان امبارح بطوله كاس مصر مواليد 2000 كسب الزمالك. وبنبارك له طبعا على الكاس ده. كابتن صابر وكابتن هشام الحمد لله بيشتغلين على الموضوع ده كويس. يمكن الفتره اللي فاتت كمان عشان نثبت للعيبه ان احنا عندنا مصداقيه في الكلام، الاسبوع اللي فات قبل ما يلعبوا ماتش الزمالك بثلاث اربع ايام خدت راضي وخدت عمر الشريف وخدت في باك ليفت الثاني ادهم تقريبا مروان خدتهم صعدتهم معايا في الدرجه الاولى لعبوا ماتش مع الفريق الاول. حلو قوي. تمام انت لعبت مع الفريق الاول. طب حلو ده. ما ترجعش بقى تغري بقى تنزل تحت تقول لهم انا لعبت مع الفريق. حاجه مش هنسجل. دي خطوه مهمه جدا يعني. كمان راضي لعب لما لعب على الفريق الاول قعد اخوه انت عملت فتنه جوه العيله يعني فتنه جوه البيت. لا اكيد هو كان سعيد طبعا اخوه اكيد كان سعيد ان راضي ياخد فرصه كمان في الفريق الاول اكيد. طبعا لا وادى اداء احسن من اخوه كمان. طبعا الحمد لله. لا اكيد هما الاثنين كويسين بس طبعا دي خطوه مهمه انه يشوف ده بعينيه قبل ما يتصعد قبل ما موضوع عمليه التصعيد. حضرتك يبقى في مصداقيه صح. احنا لو كنا صادقين معاهم فقلنا لهم ايه كويس هيطلع لا ده صح. احنا عملناه صح. وبالتالي احنا هنعمل زي متفقين مع الكابتن هشام والكابتن صابر هنعمل روتيشن ما بين الفرق كلها. حتى فرقه 2000 انا مصعد منهم 7 لعيبه بيتمرنوا مع الفريق الاول بصفه مستمره كويس قوي. ودي مديهم دافع قوي الحمد لله قدروا امبارح ماتش الزمالك يعملوا ماتش كويس لان هم بداوا خلاص يحسوا ان هم خلاص بيلعبوا درجه اولى. ده مدي راحه نفسيه للعيبه حاسين ان احنا قربنا في الفتره اللي جايه هنبقى موجودين قربنا. في الفريق الاول لكن طبعا لازم يتعب اكتر ولازم زي ما كابتن هشام قال من شويه ان هو يشتغل على نفسه. المدرب مش هيعمل كل حاجه زي ما كانش اللعيب بيشتغل على نفسه عشان يحقق طموحاته عمره ما هيوصل للي هو شغاله. وهو خاصه في المرحله الانتقاليه يعني بتتكلم على اولاد عندهم 18 19 سنه الشغل النفسي مهم جدا وكمان البدني. فخلينا اتكلم طبعا احنا بكلامك يا كابتن ان شاء الله احنا مش قلقانين على مستقبل الفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي ودايما بنطلع ابطال والاسماء كتيره جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. بس خلينا اتكلم عاجبني جدا العلاقه ما بينك وما بين الاثنين كباتن اللي ماسكين 2000 و2002 ان في ربط كويس قوي وان في رؤيه وفيجن واضحه بالنسبه لكم وكمان حضرتك كنت بتمرنهم ففي لغه تفاهم. من لغه التفاهم دي هل حضرتك شايف بدل يعني هنخش بقى من ناحيه ملف الكوره انك تعتمد بشكل كبير على ولاد النادي وبتحدد اهدافك احنا محتاجين مثلا لعيب على الدايره يعني في خلال السنتين الجايين يا كابتن ميشو احنا محضر لنا احنا محتاجين خلال سنه لاعب في البوزيشن دوت ده موجود ولا انت بقدر الامكان بتحاول تطلع اكبر عدد من الولاد؟ لا الكلام حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط جدا. احنا عندنا كراسه انا والكابتن صابر والكابتن ميشو الكراسه دي ما حدش يعرفها الا احنا واحنا دلوقتي عرفنا النادي الاهلي وراضي عارف الكراسه دلوقتي عرفنا يعني هروح يكتب اسمه بسرعه دخلنا في الخط يعني ربنا اكرمنا والواحد استمر في النادي الاهلي ان شاء الله وحققنا اللي احنا عايزينه باذن الله من طموحات. وفي
فوز للفريق الاول بالبطولات اللي باذن الله قادمه نقدر نحققها كلها باذن الله. احنا محددين مين بعد سنه او اثنين هو اللي هيكون في المكان ده. راضي هيبقى امتى؟ اما يمشي اخوه. الملعب ما يستحملش غير راديو واحد. لا حقيقي شايف مستوى هما الاثنين، هما الاثنين زي ما هو قال كده الكابتن ميسو، راضي الصغير راضي الكبير لازم تبقى ماسك فعلا لجام وهم بيلعبوا. لو ما حد لسه كابتن ميشو، النصيحه الغاليه اللي دايما بيوجهها كابتن ميشو راضي. جدا هم انا كان مرنت الاثنين راضي برضه كمان. فعارف الستايل الجينات. هم الاثنين بطبيعتهم مهارين قوي، اللي دايما المهاري قوي بيبقى هو بيلعب بيستمتع زياده عن اللزوم. ده حقيقي، متع نفسه وبيبقى عايز احنا في لعبه جماعيه. متع نفسك بس انت ما تنساش ان انت حواليك في خمسه سته عايزين يمتعوا نفسهم برضك، فتلعب معاهم عشان يعرفوا يلعبوا معاك. صحيح. راضي الكبير والصغير دايما عشان تقدر تتحكم فيهم في اللعب وتطلع احسن ما عندهم لازم تكون تعرف امتى تشد السرعه وامتى تسيبه لمصلحه الفريق. صحيح. انما انا اتمنى لهم طبعا راضي الكبير والراضي الصغير مستقبل، هم لعيبه كويسين وباذن الله هيوصلوا في نقطه معينه داخل النادي الاهلي وداخل مصر. حاجه النقطه دي قريبه ان شاء الله. بالنسبه للراضي الكبير النقطه قريبه قوي. بالنسبه للصغير محتاج شغل كتير. اولا يبعد عن والده لان والده طبعا افكاره غير افكاره خالص، يبعد عن والده عشان يوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. افكاره في كره اليد يعني. والده مدرب بردك بس طبعا افكاره غير افكارنا. انا والكابتن هشام والكابتن صابر لينا فكر واحد شغالين عليه، ما بنديش ودنا لحد، عارفين مين باذن الله بعد سنه واثنين وثلاثه مين اللي في البوزيشن ده، وبنشتغل عليه من غير ما يحس هو، وبنشتغل على اللي حواليه من غير ما يحسه. لكن زي ما الكابتن هاني قال او الكابتن هشام قال، نجاح المدرب مش بس في مكسب البطولات، في صناعه البطولات. ده حقيقي. صناعه البطولات في الزمن اللي احنا فيه دي بقت عمله نادره. المدرب الطباخ اللي بيقدر يصنع اللعيب بيبقى عمله نادره، واحنا شغالين على العمله دي، وبنوعدكم في الفترات اللي جايه النادي الاهلي بابنائه في قطاع الناشئين هيبقى ليه باع كبير، وهيبقى العدد كتير، لان الحمد لله بفضل ربنا، الحمد لله بفضل ربنا وتعالى. يمكن معروف عليا انا كمان، انا من خاصه من المدربين اللي بحب ان يكون عدد الناشئين موجودين في فرقه كتير، اللي بيضخ في اي فرقه وبيديله حماس. فحتى الكابتن هشام كان قال لهم وانا واقف معاهم، قال لهم فرصه ان يكون الكابتن طارق على راس الجهاز الفريق الاول مش هتلاقوه مع حد تاني، هو بيحب يضخ بلاعيبه صغيره وظل الخبرات، وده هيساعدكم ان انتوا تلعبوا بسرعه وبسهوله في الفريق. وده اللي منتظرينه من حضرتك طبعا ان شاء الله باذن الله. بنشكرك اولا على المداخله الرائعه ديت، ومنتظرين ان شاء الله جيل جديد ان شاء الله من ولاد النادي الاهلي يمثلوا النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ان شاء الله. كابتن طارق طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وان شاء الله يعني قطاع الناشئين يا كابتن هشام قادر انه يطلع اسماء للفريق الاول وفتره قريبه جدا، وده ان شاء الله اللي احنا يعني استشفناه يعني وحسيناه كمان من الحماسه اللي عند الولاد قطاع الناشئين. مظبوط. يعني يمكن ان الولاد كمان حاسين بالحته ديت وحاسين بالمسؤوليه اللي موجوده عليهم دلوقتي جداً. ان هو عارف ان هو في خلال 3-4 سنين لازم اكون ظبطت نفسي، يا اما ما اكون موجود. شايفها قدامه بالظبط. شايفها قدامه وفي نفس الوقت بيتمرن مع الفيرست تيم وبيتمرن مع الدرجه الاولى، فاللي هي ما بقتش بعيده عليه. فعايز، فهو ما بيطلع فوق بيبتدي يشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، ايه اللي مميزين اللعيبه الدرجه الاولى عني. فهو لوحده اوتوماتيك بيبتدي يحس ان ايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها علشان خاطر ابتدي ابقى فارق عن الجيل بتاعي في الوقت ده. صحيح. طب خليني اقول لك مين مسك الاعلى. يعني كل لعيب، انا يعني لعيبه الكره عامه ليهم مساله في كره اليد، مين اللي بتقول نفسي اكون زيه؟
غيري طبعا غير الكابتن. بص يا حسناء بعدين حاجه هو طبعا انت كنت بتلعب نفس البوزيشن. اه كان بيلعب نفس البوزيشن بتاعي وبرده دي من ضمن الحاجات اللذيذه شويه ان هو الراضي ممكن يستفاد منها شويه ان هو انت بتلعب في نفس ان انا نفس البوزيشن اه فعارف التكنيك بتاع الحاجه دي بتعمل ازاي ازاي تخش وفي نفس الوقت بتكشفه برده في حاجات ما انت برده ما انت لعبت المكان ده. لا بالعكس هو يمكن بقى لعيب يمكن عنده المهارات اعلى مني كمان شويه مهاريا دلوقتي اه دلوقتي بالحاجات التكنولوجي الموجوده والحاجات دي بقى هم كمان اعلى مننا بكتير وهو عنده هو كمان لعيب مهاري اكتر مني بكتير مركزين بقى مركزين قوي. تمام مين مين غير الكابتن ميشو طبعا غير الكابتن ميشو طبعا في طبعا كرافتيتش بيلعب في فرنسا ده لعيب فرنسي برضه لعيب عالمي يعني وفي في الوينج ليفت جين شايبر جين شايبر طبعا وانا عارف جين شايبر الماني ده الماني صح؟ ايوه طبعا لا طبعا الماني بقى انا عارفه الماني طبعا طبعا لا ومنتخب المانيا لسه بتكلم حتى مع الاولاد قبل ما تخشوا بيقولوا الاحتراف وطبعا انت نفسك تحترف طبعا اللي كنت يعني اللي اعرفه طبعا المانيا من ضمن الدول الكبيره في كره اليد مع فرنسا واسبانيا فالاحتراف هناك كمان النادي ايه يعني الانديه المشهوره الانديه المشهوره كيل طبعا من الاشمال كيل. كيل طبعا كيل على فكره برضو مش موجود على في الكوره في الكوره طبعا لا مش اغلبيه الانديه في اوروبا مش كلهم زي الكوره مش كلهم زي الكوره مختلفين شويه مش كلهم اغلبيتها مثلا دول اللي هي زي المجر السلوفيكيا سلوفينيا الاماكن ديت اعلى كمان في الهاندبول بتاعها شويه سويد سويد طبعا بس سويد يعني يمكن دلوقتي احنا في ليفل سابقينهم شويه اكبر دليل ان احنا كسبناهم في كاس العالم مع كابتن طارق محروس لما كان بيلعب في سواء كاس عالم الناشئين اللي هو جيل 98 او 98 او اللي هو الجيل اللي هو بتاع 2000 كسبنا السويد اعتقد اعتقد احنا عدينا كان فرق بس برضو صحح لي اعتقد الدنمارك كان من الفرق طبعا الدنمارك كانت فرقه تقيله طبعا في قطاع الناشئين طبعا طبعا ما بتطلع اتفضل عايز لا 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 اتفضل لا كنت سؤال سريع سريع بس سريع جدا سريع على الاخر ما بتاخدوش الاولاد يطلعوا بتعملوا بطولات دوليه هناك يحتكوا بالمدارس دي يمكن دي مهمه جدا انا في رايي دي مهمه قوي طبعا وده المفروض بيحصل بس بيحصل اكتر في المنتخبات ما بيحصلش اكتر في الانديه الانديه يمكن لو في بطوله عربيه او يمكن دي بطوله افريقيه دي الاخير ده الماكسيمم بتاعها لكن ما بيبقاش فيه في وقت يمكن برضه حتى لو بتعمل الدرجه الاولى اكتر ما بتعملش للقطاع الناشئ يا ريت تعمله في البلان ده فعلا انا بحس طبعاً. هتبقى مهمه للاولاد ان هو يخرجوا ويشوفوا ويستفيدوا يعني بالخبرات قدام فرق اوروبيه يعني يمكن ده بيبقى الحافز بالنسبه للاولاد ده في السن دوت ان هو لازم اوصل للمنتخب بتاع سني عشان اعرف اعمل ده فاللي بيحاول كل واحد بيحاول اللي هم الاولاد في المنتخب في السن بتاعهم بيبتدوا يطلعوا بره ويحتكوا مع الفرق الاجنبيه لكن للاسف الانديه بيبقى شويه لا بتبقى اصعب شويه بتبقى اصعب صعبنا شويه كلمه تحب تقولها في الاخر لجمهور النادي الاهلي يا راضي ايه الكلمه اللي انت تحب توجهها لهم؟ بنشكر جمهور النادي الاهلي ان هو الفتره دي واقف في ظهرنا جدا وبيدعمنا في كل الصفحات على السوشيال ميديا عموما اي مكسب او اي حاجه بيبقوا في ظهرنا خساره ايا كان هم في ظهرنا وبيدعمونا فدي حاجه فعلا حاجه حلوه لينا وبنشكرهم جدا وان شاء الله تحت ظنهم في خير كل حاجه ان شاء الله تحت ظنهم وهنعرف ان شاء الله مش هنخسر حاجه بعد كده باذن الله باذن الله ده الكلام برضو يمكن اللي اكدوه زمايلكم يعني عمر ومهاب وافتكر ان انتوا كفريق كتيم بتفكروا تقريبا بنفس الطريقه دي ان انتوا خلاص مفيش حطينا هدف قدامنا ان احنا خلاص احنا عايزين نثبت للجيل بتاعنا عموما نكتب حاجه بجيلنا احنا باسم النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نبقى يعني يعتبر الجيل ما يخسرش بعد كده ان شاء الله لحد ما نطلع في ستيم باذن الله ان شاء الله مبروك يا راضي يا اسلام مبروك يا كابتن ميشو ميرسي هشام انتوا يا جماعه ليه كل واحد ليه اسم واسمين يعني الهاندبول فيه مشاكل شويه الهاندبول عنده مشاكل شويه انا اصلا كده كده الهاندبول فيه مشاكل بس انا ميشو دي بالنسبه لي في نادي الاهلي وانا صغير في السباحه مالهاش علاقه بالهاندبول يمكن تغلب بس ده كلهم بيقولوا لحضرتك مش حتى كابتن طارق يعني فالموضوع بالنسبه لي بقى الاسماء كارثه فالحمد لله ان احنا قاعده كده مركزه ان شاء الله معاكم في الاسماء شكرا ليك مبروك مبروك واللي جاي احسن مبروك للنادي الاهلي ومبروك طبعا على مبروك علينا مبروك علينا كلنا ان شاء الله في البيت الكبير مبروك شرفتونا نورتونا وشرفتونا كنت سعيد جدا احنا كمان كنا متواجدين وان شاء الله نشوف كمان اجيال جديده وان شاء الله تحقق كل اللي تحلم بيه يا اسلام وان شاء الله نشوفك في الفريق الاول ومنتخب مصر ان شاء الله شكرا جدا دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده اعتقد احنا اتبسطنا جدا وشفنا ابطال وشفنا نجوم واعده ان شاء الله في كره اليد ويكون كمان معنا في البيت الكبير نجوم على مستوى النادي الاهلي في جميع الالعاب نشكركم شكرا جزيلا وميعادنا بكره ان شاء الله زي ما احنا متعودين من 10 لواحده في البيت الكبير